الحقيقه الواحد وهو قاعد بيتفرج على الاستادات وعلى حتى الفيديو اللي معمول حاجه رائعه جدا، حاجه بتفكرنا بالحاجات اللي كنا بنشوفها في اوروبا زمان. ليه مصر زي ما الرئيس قال النهارده، زي ما الرئيس قال للاعبين ان احنا عايزين الشاب المصري يبقى افضل شاب في العالم، ليه لا يا جماعه؟ بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذه المنظومه الرائعه اللي كل الناس واقفه جنب بعض، كل الناس واقفه علشان تنجح هذه البطوله، حضراتكم كجمهور في النهايه بقى لما تروحوا الاستادات الست استادات اللي موجود فيها المباريات الموضوع هيختلف تماما، الموضوع هيفرق كتير جدا جدا جدا. ولكن ان انت تشوف وتفتخر ببلدك بهذا الفيديو وبهذا الشكل وبهذا المنظر، استاد القاهره مثلا، خلينا نتكلم عن استاد القاهره شويه، لانه استاد القاهره ده بالنسبه لي انا كمان كلاعب بقى، انا بتكلم كلاعب لعبت في هذا الاستاد طول عمري تقريبا في كل الانديه اللي الواحد لعب فيها. استاد القاهره ده بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه لنا كل اي لعيب لعب في استاد القاهره او في منتخب مصر او في النادي الاهلي او في الزمالك لعب في استاد القاهره، يعني استاد القاهره ده بالنسبه له حاجه كده بتبص لها لفوق كده. لما كنت بتخش الاستاد بتبقى سعيد ومبسوط وفرحان ان انت بتلعب في استاد القاهره، استاد الرعب مسمينه استاد الرعب الحقيقه. استاد القاهره ده، الاستاد ده يا جماعه يا ما شاف انتصارات كثيرة جدا جدا لكل الأندية المصرية، يا ما شاف انتصارات كثيرة جدا جدا لكل المنتخبات المصرية المختلفة ومختلفة الأعمار بمختلف الأعمار السنية. الاستاد ده ريحة مصر جواه، ريحة مصر جوه هذا الاستاد. لما كنا بنخش الاستاد ده وبنلعب باسم مصر كان جسمنا كده واحنا داخلين الاستاد ده بيقشعر، جسمنا كده بتحس ان هو ان انت انا داخل، يعني شوف انت كلنا قاعدين في القاهره او قاعد في اسكندريه وهنا وهنا، ولكن لما بتخش استاد القاهره ده بتحس قد ايه ان البلد دي فيها حضاره وفيها رقي، حاجه جميله زي ما حضراتكم شايفين. مش انا اللي بتكلم على فكره، الصور اللي بتتكلم. روحوا الناس اللي هتروح الاستاد، الجمهور اللي هيروح الاستاد، انا عايزكم تتفرجوا على منظر الاستاد وتشوفوا شكل الاستاد القاهره بقى عامل ازاي، يضاهي الاستادات كل الاستادات الاوروبيه، كل الاستادات الأوروبية الحقيقة قريبة من هذا الشكل. استاد رائع، بصوا الأرضية كلها اتغيرت، كل حاجة بقت مختلفة تماما عن الأول، كل حاجة بقت مختلفة تماما عن الأول. الدولة واخدة الموضوع بجد، عارفين ان هم عايزين ينجحوا هذه البطولة وهيفضلوا ورا الموضوع لغاية لما، هو ده اللي احنا تعودنا عليه في المسؤولين في الدولة خلال هذه الفترة، لازم يفضلوا ورا الموضوع لغاية لما ينجحوه. زي ما حضراتكم شايفين الاستاد شكله اتغير، اصبح حاجه فخر لكل المصريين وفخر لكل العرب. ف زي ما حضراتكم شايفين كراسي نظيفه، من فضل حضراتكم بقى لازم نحافظ على المنشأ ده، المنشأ الرياضي ده، المنشأ الرياضي اللي حضراتكم شايفينه ده اسمه استاد القاهره، لازم نحافظ عليه. اي حد هيروح الاستاد لازم ياخد باله ان الكرسي اللي هو قاعد عليه ده صرف عليه فلوس كتير عشان يبقى بهذا الشكل. الملعب اللي موجود فيه محدش يرمي حاجة، محدش يعمل حاجة. أنا متأكد إن شاء الله من الجمهور المصري خلال هذه الفترة أو خلال الشهر ده بالكامل في كل الاستادات مش في استاد القاهرة بس، إن شاء الله الجمهور المصري هيدي مثل لجمهور العالم، لجمهور العالم كله، إن إحنا لما بنعوز نعمل حاجة هنعمله. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استاد القاهرة، هذا الاستاد الرائع والتاريخي بالنسبة للمصريين. نروح نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.